عبد الله انور رئيس اتحاد طلاب مصر. طبعا كان النهارده بيحصل انتخابات في القاهره، حصل طبعا الجوله كانت سخنه صعبه، بس يعني فالحمد لله قدرنا ان انا احصل على المنصب ومن قبل ثقه زملائي فيا، واتمنى ان شاء الله ان اعمل حاجه. المنافسه قويه لان زي ما قلت اكيد في مرشحين اقوياء بنفس الكتله، اكيد في اصوات او اكيد في قناعات متساويه، فدي فرصه كويسه جدا ان احنا عندنا مجلس اتحاد طلاب مصر يعني نسب فيه متساويه، ما فيش حد يعني اقوى من الثاني، بالعكس في ناس قويه وفي ناس هتدعمنا. وانا عايز اقول بس حاجه، مش رئيس اتحاد طلاب مصر ولا النائب هم بس دول عشان هم طلعوا، لا في رؤساء اتحادات عندهم خطه وعندهم رؤيه لحاجات كتير يعني. طيب انا اسمي عمرو الحلو، طالب في كليه هندسه جامعه طنطا رابعه انتاج. انا كنت رئيس اتحاد جامعه طنطا، حاليا الحمد لله تم انتخابي كنائب رئيس اتحاد طلاب طلاب مصر. هو العمليه الانتخابيه طبعا كانت على حسب كل جامعه، احنا في جامعه طنطا يمكن العمليه الانتخابيه كانت كويسه جدا وشفافه بشكل كبير، لكن انا شفت في انتخابات مصر الحقيقه في بعض مع بعض الجامعات مش كل الجامعات مكالمات تليفونيه بتوجه من مسؤول التواصل الطلابي زي ما بيسموهم يعني جوه الجامعات، بيكلموا رؤساء الاتحادات يقول لهم انتخبوا فلان او انتخبوا علان، وشايف ان ده ضد نزاهه عمليه الانتخابات، ولكن الحمد لله الطلاب ما استجابوش للكلام ده كله، تم انتخاب اتحاد طلاب مصر محترم يعني. يلا يلا اسم حضرتك ايه؟